طيب انت بدأت مع أندية بعد ما سبت النادي الأهلي وحققت معاه بطولة دوري عام وحققت كاس كوس اللي هي الكونفدرالية دلوقتي النادي الأهلي، وحققت وطلعت نجوم ملهاش عدد واحنا ذكرناهم والكلام ده كله، بدأت تجرب تجربتك التانية ديت مع أندية أخرى زي مثلا المقاولين العرب؟ أيوه. رحت مع الكابتن طه وكان الكابتن لا محمد؟ لا كنت لوحدي. لوحدك؟ كنت ماسك قطاع الناشئين في المقاولين العرب، عملنا شغل عالي جدا. كان المهندس ابراهيم محلب رئيس طبعا النادي، ربنا يديله الصحه والعافيه، وكان بيسندني بشكل غير عادي. الكابتن سعد البنا كان مدير النادي. يعني الحقيقه المقاولين في لقيت الفتره دي كان عنده احسن قطاع ناشئين موجود في مصر. ما انا بقول لك عملنا شغل لا تتخيل. محمد صلاح العالمي دلوقتي طبعا كان في الناشئين. غير من انتوا اللي كنتوا طبعا اكتشفتوه. طبعا. اصل انا كنت اما بستضيف اي حد هنا ويقول لك ايه انا ليا في محمد صلاح انا اكتشفته في كذا وكذا 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 وكذا، والله بص، انما انت بدات بمحمد، بدات بمحمد صلاح. احنا محمد صلاح كنا تحت 16 سنه كان موجود. لما وصلنا 17 سنه وصلنا النهائي، كان طلع الفريق الاول، انا اللي طلعته الفريق الاول. انت طلعت فريق وانا اللي عملت له اول عقد. أول عقد تغيير كان بكام؟ ما كان بياخد أي كلام، وصل مش عارف 300,000. الله يستاهل كل خير محمد صلاح. الوقت ما شاء الله. لا بسم الله ما شاء الله، أحسن واحد في ليفربول دلوقتي. بس قبليه جم ناس من المقاولين اللي اكتشفوا العمل. أنا بكلمك على المرحلة السنية اللي كان موجود فيها. كلمت أنا محمد صلاح قلت له يا محمد أنت في الفريق الأول، طب عندنا ماتش في سجون طرة. ملعب أي كلام. فالمهم قال لي طب انا معاك يا دكتور. قلت له هتبذل مجهود ولا لا من دلوقتي؟ لكن ماتش في القطاع نهائي 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 كاس نهائي دوري. فقال لي طيب. فجيت كره عاليه كده تك تك على علي وفي المقص جول كسبنا 1-0. يعني لولا محمد صلاح معانا ما كناش كسبنا الماتش ده. طيب التجربه دي كان فيها نجوم تاني غير محمد صلاح انت اكتشفتهم؟ طبعا النني طلعنا درجه اولى. يعني كان في مدرب اسمه تودروف اجنبي، كنت انا ماسك لما جه المهندس ابراهيم محلب لقى انا ماشيين كويس قوي في الناشئين، مسكني الكره كلها حتى الفريق الاول القطاع كله امسكت القطاع كله. ابتديت بقى اطلع الناس، علي فتحي الباك الشمال اللي راح مش عارف الزمالك، راح مش عارف ايه، النني كان طلع فوق، محمد صلاح، اعداد كبيره جدا طلعناها حوالي 7 لعيبه او 8 لعيبه.